السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. موضوعنا النهاردة هنتكلم عن التخسيس، وعشان تحط حاجة في دماغك، التخسيس زي ما انت متوقع كده هتاكل رغيف عيش في اليوم وهتخس. لا، انت فاهم غلط. التخسيس عشان تخس وتقدر تحرق الدهون اللي في جسمك، تعمل حاجة واحدة بس. هنجيب مثل بسيط، لو عربية ماشية مثلا، لو عربية رايحة هتمشي حوالي 400 كيلو، العربية دي لو مشيت 400 كيلو من غير بنزين ومن غير زيت ومن غير تجهيزات في العربية، العربية دي هتقدر تمشي 400 كيلو؟ مش هتقدر تمشي 400 كيلو. فأنت تعمل حاجة واحدة بس. احنا نتكلم في حاجة، أول حاجة نتكلم في التغذية، التغذية للتخسيس. اوعى تفكر ان انت هتاكل رغيف عيش في اليوم وحتة جبنة هتخس كده كيلو 2 كيلو. لا لا، في ناس كتير عملت كده بس حصلها تعب في جسمها، نظرها ضعف ورجلها وجعتها وركبها وجعتها، وحصل في جسمه ارهاق. لا يا جماعة، انا النهاردة هقول لك على حاجة واحدة بس. عشان تقدر تخس هتاكل كل حاجة، بس تبعد عن حاجة واحدة بس. ايه هي؟ تبعد عن حاجة واحدة بس. ايه هي؟ اللي انت تبعد عن حاجات فيها مواد حافظة، لان المواد الحافظه دي هي اللي ما بتتحرقش في الجسم، هي اللي بتفضل موجوده في الجسم وبتعمل لك دهون فوق العضلات. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ازاي اقدر اتمرن؟ انت لو ما اتمرنتش مش هتخس، لان انا كل ما بتمرن كل ما بحرق دهون. لو انت عملت 3 تمارين في اليوم، صحيت الصبح اول تمرين ممكن نتمرن تمرين حركي عشان نقدر نسخن العضلات. هو الدهون ده عبارة عن ايه؟ الدهون ده عبارة عن عضلة. اعتبر عن هنعمل مثلا الدهون دي عضلة، والكوباية الشاي دي دهون، ودي الجلد اللي فوق ده. طب عشان نحرق الدهون دي نعمل ايه بقى؟ خلي بالك معايا، عشان الحاجات دي مش حاجات كلام او لا، الحاجات دي فعلا انا قدرت اخسس من 140 كيلو ل 70 كيلو في مسافة 4 شهور. شهر؟ محدش، مش هصدق حد يقول لي شهر في مسافة 4 شهور، بس بنظام غذائي بتمرين مظبوط، عشان تقدر تحصل على حرق الدهون اللي في جسمك. الحاجة التانية اللي احنا نقدر نتمرن، صدقوني التمرين هيخليك تحرق دهون. من غير تمرين مش هتحرق دهون. ايه هو التمرين اللي احنا نقدر نتمرن؟ هوريك تمارين، معظم تمارين هتعملها الصبح قبل ما تفطر، وتمرين الظهر، وتمرين بالليل. التلات تمارين دول لو انت مارستهم في خلال 4 شهور يوميا هتحرق الدهون عندك وهتاكل كل حاجه. صدقوني يا جدعان، عشان خاطر حد يقول لي انا مش هاكل واعمل برنامج عشان اقدر مثلا ان انا احرق دهون، يبقى انا ما اكلش؟ ازاي؟ ده اول حاجه الشعر باخد غذاء. ازاي بياخد غذاء؟ التركيز، الحركة، الكلمة اللي انت بتطلعها دي كلها بتستهلك غذاء. طب ازاي انا اقدر افضل طول اليوم برغيف عيش وحتة جبنة، او رغيف عيش وطبق سلطة، واقول انا كده بخس؟ تخس ازاي؟ فهمني كده، انت تخس ازاي؟ ده انت كده ما بتخسش، انت كده بتقتل نفسك، وبيحصل لك تعب ونظر، ضعف نظر في عينيك. يا جماعة الموضوع مش كده خالص. الموضوع مش كده. انت لازم تعرف حاجة واحدة بس، الكلام اللي انت بتشوفه او الكلام اللي انت بتسمعه ده كله مش حقيقي. الحقيقي اللي انا دلوقتي بتكلم وطالع دلوقتي قدام الكاميرا بتكلم. انا دلوقتي لو ما اكلتش وشربت مثلا كوباية شاي او كوباية عصير، مش هعرف اركز في الكلام اللي انا بقوله. هو كده التخسيس، حركة التخسيس. التخسيس نفسه بيحتاج غذاء. عشان احرق دهون لازم اكل،
ازاي يعني؟ ازاي يا محمد؟ في ناس خست باكل ضعيف. لا يا عم، الاكل ده مش هيخس. لا لا لا، انا قلت لك حاجه مهمه جدا وحطها في دماغك، ابعد عن اي حاجه فيها مواد حافظه. وفي نماذج اشتغلت معاها خست وكانت تاكل كل حاجه. بس عشان اخس صح لازم امشي بنظام صح، مش هروح اجيب حاجات من السوبر ماركت، بيبسي وكرانشي واندومي لا ما بقولكش ما تاكلش، بس ابعد عن الحاجات دي وانت بتخسس. تمرين الصبح، انت ليك في اليوم الواحد 60 دقيقة تمرين. انا بقول للناس اللي وزنها تقيل، الناس اللي وزنها تقيل ليك في اليوم 60 دقيقة. الصبح تلت ساعة، الظهر تلت ساعة، بالليل تلت ساعة. والله البرنامج ده لو انت مشيت عليه صح لا تخس. ايه هي التمارين دي؟ هعرض لك انا معظم التمارين اللي انت تقدر تتمرنها الصبح، وتتمرنها بالظهر، وتتمرنها بالليل. انا مش هقول لك طبق سلطة، حتة جبنة، الكلام ده كله. ازاي يا جماعه؟ انا عايز اعرف، في ناس كتير بتقول لي بخس. والله العظيم انا شفت ناس مشت مع ناس يعني لا داعي لذكر الاسماء، مشت مع ناس انا بشوفها دلوقتي لابسه نظارات نظر عشان اخسسها. عشان تخس تضعف نظرك؟ فين يا عم انت؟ انت مجنون؟ عايز اعرف انت مجنون كده؟ اللي انت تاكل اللي انت ما تاكلش عشان تخس؟ امال العقل فين والنوم فين؟ ده النوم نفسه لما باجي انام، لما انت بدك تنام وجعان ما بتنامش. لو بدك تشتغل وما اكلتش ما تشتغلش. لو بدك تعمل اي حاجه فيها حرق في حرق او حركه للجسم وما اكلتش هتتحرك ازاي؟ فين الطاقه؟ فين الطاقة اللي تديني اللي أنا أقدر أخس؟ يا جدعان ركزوا شوية، مش كل واحد يطلع يتكلم ويقول كاني وماني. ده احنا عن نفسنا، احنا لما بنطلع بطولة أو بنطلع يعني لما بنطلع نلعب بطولة أو نلعب رياضة أو مثلا نطلع ننافس أو نطلع منافسات في البطولات الكمال أجسام أو أي بطولة، بنتمرن عشان نظهر العضلات. عشان اتمرن التمرين ده كله لازم اظهر عضلات. طب ما انا عشان خاطر اظهر العضلات دي في نسبة دهون فوق العضل، بس مش الدهون المتراكمة. عارف فكرة انا بتكلم بالطريقة دي ليه؟ عشان انا شفت حاجات كده مش عجباني. مش كل واحد يطلع شوية او يفهم شوية في الرياضة يطلع يتكلم كلام مش معقول او مش مفهوم. مش عايز اقول انا العبد لله اللي قدامكم ده جاب نتيجة مع ناس بطريقة كويسة بطريقة جيدة، مش بشكر في نفسي، انا ما بشكرش في نفسي، بس انا بقولك على الصح. اعتبر نفسك يا عم، بعد احترامي ليك، اعتبر نفسك انت عربية وبدك تطلع مشوار كده ولا كده، والعربية دي لو مش فيها بنزين وزيت ومش فيها امكانياتها مش هتطلع ولا هتمشي. طب ازاي انا اقدر اخس من غير ما اكل واشرب واتغذى؟ لا، انا عايزك تاكل. هتبعد عن مواد الحافظة. مواد الحافظة، المواد الاكل اللي فيه مواد حافظة. دي بالنسبة للمواد الحافظة. في الشاي، في السكر، في العصير. خليك بعيد عن السكريات الزيادة. عارف معلقة العسل الاسود الصبح كويسة، هتديك طاقة وهتخليك 100% وهتخليك تتمرن. وان شاء الله هنديكوا حاجات كتيرة جدا في التخسيس عشان الناس تعرف ايه هو التخسيس. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان ان شاء الله هنزل حاجات مفيدة جدا وحاجات في معلومات عن الرياضة.